السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد البحرين ما بين 1970 إلى عام 1999 في مقرر أجا 203 تاريخ البحرين الحديث والمعاصر. دعونا الآن نستعرض أهداف الدرس معا. الهدف الأول يبين دور الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في مواصلة بناء مؤسسات الدولة. الهدف الثاني يستخلص ملامح السياسة الخارجية للبحرين ما بين 1970 إلى عام 1999 ميلاديا. الهدف الثالث يستدل على أهم مظاهر التقدم الاقتصادي الذي أحرزته البحرين ما بين 1970 إلى عام 1999 ميلاديا. يوضح أهم مظاهر التحديث الاجتماعي في البحرين ما بين 1970 إلى عام 1999 ميلاديا. يعتز بمظاهر التحديث الثقافي في البحرين ما بين 1970 إلى عام 1999 ميلاديا. نستعرض مقدمة بسيطة لهذا الدرس. في هذه الفترة في عام 1970 إلى عام 1999 في عهد الشيخ الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، طبعا صار عندنا العديد من التطورات والإنجازات من ناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أكدت على سيادتها واستقلالها وتبوأت مكانة متميزة خليجيا وعربيا ودوليا. لدينا أولا القرار الأممي والبيعة الثانية لآل خليفة في عام 1970. طبعا شهدت البحرين ثلاث بيعات، البيعة الأولى كانت في عهد الشيخ عيسى بن علي، أما البيعة الثانية فهي في درسنا لهذا اليوم في عام 1970. لدينا هنا لجنة تقصي الحقائق، طبعا هذه اللجنة تمت إرسالها من قبل هيئة الأمم المتحدة وأمينها العام يوثانت لاستطلاع رغبات الشعب البحريني في دولته وولائه وانتمائه، فكانت هي دراسة إلى رغبات الشعب البحريني واستطلاع هل إذا ما كان الشعب البحريني لديه انتماء وولاء إلى القيادة الرشيدة. فطبيعة العمل كانت تجول في مختلف أنحاء البحرين. رئيس اللجنة تقصي الحقائق وينسبر جويشياردي. النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق بعد هذه الدراسة والأبحاث في حول رغبات شعب البحرين، هناك العديد من النتائج المترتبة. طبعا تم كتابة هذه النتائج في تقرير وتم إرسالها إلى هيئة الأمم المتحدة. من ضمن هذه النتائج الإشادة بالظروف الهادئة والحضارية التي جرت فيها عملية تقصي الحقائق، تأكيد أن الشعب البحريني يرغب في أن ينال الاعتراف بذاته ضمن دولة حرة ذات سيادة تامة، تأكيد جميع أطياف الشعب البحريني ولائهم لحكم آل خليفة الذين يمثلون السلطة الشرعية في البحرين منذ عام 1783، تأكيد الشعب البحريني أن دولته عربية وجزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير، وأخيرا الثناء على المرأة البحرينية التي شاركت في عملية تقصي الحقائق ولها كان دور ملفت في هذه العملية. ثانيا لدينا هنا إلغاء المعاهدات مع بريطانيا ونتائجه، حيث أعلن الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في يوم 14 أغسطس في عام 1971 إنهاء المعاهدات التي كانت تربط بين البحرين وبريطانيا، وبذلك رسخت البحرين الدولة العربية استقلالها وأصبحت صاحبة السيادة المطلقة على أراضيها ولها حق تصريف شؤونها الخارجية وتنظيم علاقاتها الدولية. ووقع على هذا الاتفاق كل من الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والمقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي جيفري آرثر. ويترتب على هذا إلقاء المعاهدات العديد من الأمور والإجراءات، من أهمها تم تغيير تسمية البحرين وتوابعها إلى دولة البحرين، ويكون المسمى الرسمي لحاكمها أمير دولة البحرين، ونص المرسوم الثاني على إنشاء مجلس الوزراء بدلا من مجلس الدولة، ويسمى أعضاء المجلس وزراء، وتسمى الدوائر الحكومية وزارات. أما الأمر الثاني فقد انضمت البحرين إلى جامعة الدول العربية في
في عام 1971، من ثم انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة في نفس العام نفسه، ثم إلى البنك الدولي في عام 1972. أما الإجراء الثالث فقد أصبح هناك اللي هو الانتخابات، اللي هو صناديق الاقتراع الانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذي كان يترأسه اللي هو إبراهيم العريض، وقد تولى المجلس كذلك إعداد أول دستور للبلاد في عام 1973. وقد جرى العديد من الانتخابات اللي هو انتخاب أعضاء المجلس الوطني، واستكمال لهذه التجربة الديمقراطية تم تأسيس المجلس الشورى في عام 1992. نأتي الآن إلى تشكيل قوى الدفاع البحرين. طبعا قوى الدفاع البحرين كانت تسمى في السابق بالحرس الوطني، وحاليا تسمى قوى الدفاع البحرين. طبعا أصدر صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل في عام 1968 أمرا أميريا بإنشاء الحرس الوطني، كما صدر أمرا أميري بتعيين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد آنذاك ملك مملكة البحرين الحالي رئيسا للحرس الوطني، وجاء هذا التعيين باعتباره أول الخريجين العسكريين ذوي الخبرة والكفاءة. طبعا من الأعمال اللي قام بها ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أولا أشرف على وضع الخطط لإلحاق أبناء الوطن في السلك العسكري، ثانيا وضع اللبنات الأولى لقوة الدفاع البحرين، ثالثا وضع البرامج لتدريبهم داخل البلاد وخارجها، رابعا عمل على توفير الأسلحة والمعدات. أهداف تشكيل قوة الدفاع البحرين، هناك الكثير من الأهداف، أهمها الحفاظ على استقلال البلاد وصيانة أمنها وسيادتها من ضد الأطماع الخارجية، مساندة قوى الأمن الداخلي، هنا المقصود بالأمن الداخلي هو اللي هو الشرطة حاليا، ومساعدتها في ضمان الاستقرار والأمن في البلاد، التعاون الخليجي والعربي العسكري المشترك. نأتي الآن إلى السياسة الخارجية، ونعني بالسياسة الخارجية هي مجموعة من الأعمال السياسية التي توثق العلاقة بين الدولة ومجموعة من الدول المجاورة. نأتي إلى ثوابت سياسة البحرين الخارجية أو الأسس التي اعتمدتها في هذه السياسة. أولا الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة، طبعا نعلم بأن مملكة دولة البحرين التزمت بالعديد من المعاهدات وأبرمت العديد من الاتفاقيات مع هيئة الأمم المتحدة، من ضمنها اللي هي اتفاقية حقوق الإنسان، اتفاقية اللي تخص اللي هو السلم والأمن العالمي. أيضا ثانيا التفاعل مع قضايا الوطن العربي، من أهم هذه القضايا هي قضية فلسطين لحد الحين. المشاركة في المنظمات الإقليمية، عندك طبعا دولة البحرين شاركت في المؤتمر الإسلامي، وأيضا شاركت في دول عدم الانحياز. وآخرا التركيز على ضمن التعاون والتكامل الخليجي في على مقومات التوافق وسير نحو الاندمار. طبعا البحرين شاركت في تحرير الكويت في عام 1990، كذلك شاركت في اللي هو قوات درع الجزيرة لحدود وصيانة اللي هو دول الخليج. أهداف السياسة الخارجية، تأكيد سيادتها المطلقة على أراضيها، دعم التنمية بجلب الاستثمارات وتشجيع التصدير، تأكيد الانتماء الخليجي والعربي لدولة البحرين، حضور البحرين الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، تأكيد البعد الإنساني بوقوفها إلى جانب القضايا العادلة ودعمها برامج التضامن والتعاون في العالم. نأتي الآن إلى مظاهر التحديث الاقتصادي. طبعا اتجهت الدولة إلى تنويع مصادر الدخل. طبعا المعروف أن تم اكتشاف النفط في عام 1973، طبعا علشان اللي هو نحد من الاعتماد على النفط لازم يكون عندنا بدائل
أو مصادر أخرى غير اللي هو النفط. فمن هذه المصادر هي أولاً إنشاء مؤسسات صناعية كبرى، ثانياً تقديم مساعدات لإقامة المصانع، العناية بالتعليم والتدريب، تنظيم القطاع المالي، تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وأخيراً إقامة فنادق ومنتجعات. طبعاً نأتي إلى نتائج تنويع مصادر الدخل. ما هي أبرز هذه النتائج؟ عندنا ارتفاع إنتاجية الاقتصاد الوطني، تطوير البنية التحتية، المقصود بالبنية التحتية هي المدارس، المستشفيات، الجسور والطرق. ثالثاً نشأة مدن جديدة، مثل عندنا مدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد في عام 2003، افتتاح مبنى جديد لمطار البحرين في عام 1972، افتتاح جسر الملك فهد في عام 1986، إنشاء موانئ تجارية عامة أو مختصة مثل ميناء سترة لتصدير النفط وميناء ألبا لتصدير الألمنيوم، تأسيس شركة البحرين الاتصالات السلكية واللاسلكية عام 1981. نأتي الآن إلى مجالات التحديث الاجتماعي. أولاً لدينا الإسكان. من أبرز الإنجازات في عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أولاً أنجزت الدولة في هذه المرحلة ما يزيد على 20 مشروعاً سكنياً. اثنين، اهتمت بتحسين نوعية المساكن. ثلاثة، وفرت تجهيزاتها ومرافقها العصرية. طبعاً تم توفير عدة خدمات بالقرب من المشاريع السكنية، منها مراكز صحية، أسواق، ملاعب، حدائق، كلها خدمات موجودة ومتوفرة بالقرب من المشاريع السكنية. ثانياً لدينا الصحة. عملت الحكومة على الاهتمام بالصحة من خلال 1. أملت الدولة في هذه المرحلة العدالة الصحية. العدالة الصحية المقصود بها بأن الرعاية الصحية تشمل جميع فئات المجتمع. 2. أسست المستشفيات المختلفة في كل القرى والمدن. 3. في مجال الرعاية الصحية والوقائية أمنت اللقاحات لكل الأطفال، المقصود باللقاحات هنا التطعيمات الخاصة بالأطفال. من أبرز مظاهر التحديث الاجتماعي لدينا هنا ثالثا التعليم. من أبرز إنجازاتها زيادة عدد المدارس والطلبة، شروع الدولة في إعداد الخطط لرفع مستوى التعليم، الاعتناء بالمناهج الدراسية بتعليم الكبار من أجل الحد من الأمية. طبعاً الأميين هم الأشخاص الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. 2. وأخيراً تأسيس معهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين. من مظاهر التحديث الاجتماعي لدينا هنا رابعاً المرأة. فقد حظيت المرأة خلال عهد السمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بدعم وافر للنهوض بها، وقد تمثل ذلك فيه أولاً توفير الدعم الكامل للارتقاء بتعليمها وابتعاثها إلى الخارج، ثانياً ضمان مشاركتها في انتخابات الهيئة البلدية والمركزية، ثالثاً تشكيل الجمعيات النسائية وذلك دعماً للمرأة البحرينية. أما الآن الإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية على كافة الأصعدة، عندنا من أهم الإنجازات طبعاً خروج المرأة إلى العمل، تشكيل العديد من الجمعيات النسائية، تقلدت المرأة عدة اللي هو مناصب على الصعيد الوظيفي، رابعاً مشاركة المرأة في المجال الرياضي وتحقيق إنجازات عالمية. من أبرز مظاهر التحديث الاجتماعي في مجال الثقافة كان أولها تأسيس هيئات وإدارات وجمعيات تعني بالثقافة، مثل عندنا هيئة البحرين للثقافة والآثار وتلفزيون البحرين، تأسيس المجلس الأعلى للشباب ومركز الوثائق التاريخية، تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة في عام 1975، افتتاح متحف البحرين الوطني بالمحرق في عام 1976،
تأسيس المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون، أيضا افتتاح مبنى متحف البحرين الوطني بالمنامة، طبعا كان سابقا في محرق، بعدين اللي هو اتجه وتم تأسيسه مرة أخرى في المنامة في عام 1988، افتتاح بيت القرآن 1990. وبذلك أضحى البحريني في نهاية الألفية الماضية ينعم بالكثير من الإنجازات والانفتاحات في عهد الشيخ عيسى بن سلمان طيب الله ثراه، متطلعا إلى مزيدا من المعرفة ومعتزا بانتمائه الوطني والخليجي وبعروبته وإسلامه، وجاهزا لتحقيق تطورات نوعية جديدة في مختلف المجالات. والآن أحبتي أتمنى لكم المزيد من التفوق والنجاح.